عاد للزمن الجميل سنين طويله، فكرني بحسن عبد ربه وفتحي محمد عبد الله وكل النجوم. محمد عبد الله كله هتلاقي هترص مثلا 50 واحد نجم، مع بجريش الصغير وبجريش الكبير وعبد الله يعني سعيد وعبد الله الشحات عبد الله وحسني كله دلوقتي ابتدى يعمل كده. هتقلل ميزانيتك. النادي الزمالك على لعيبه صغيرين بيحطهم في التشكيله الاساسيه، بريرا ابتدى النادي الزمالك يبقى ليه شكل من اللعيبه الصغيرين اللي ده اكيد. النادي الاهلي في اخر المباريات لما اللعيبه كانت بيقولوا ان هي كانت مجهده وفي لعيبه كانت متعوره، ابتدى الراجل يدي للعيبه الصغيره، بس برضه ما ادهمش الفرصه كمان. انا بالصفه يعني بنسبه كبيره زي ما الزمالك كده ناشئين، معلش ما انت على حسب ظروفك انت كتير. ما انا ماليش دعوه بحد تاني يعني، بقول لك مثال النادي الاهلي هو تعرض لظروف اجهاد واصابات، ابتدى يدي اللعيبه دي عشان يشوفها ليه، ممكن للمستقبل للنادي الاهلي تبقى موجوده مع الفريق الاول، ناس بتعمل لها عقود وتغير لها عقودها وتبقى موجوده في في في, في تيم النادي الاهلي او في القائمه الافريقيه او في الدوري، يقدر يعتمد عليها في المستقبل. ده هو اللي كان محطوط. اسمح لي اخر سؤال بصفه حضرتك، من اهم المدافعين في تاريخ الكره المصريه وليك تجربه احترافيه مهمه جدا مع في ليفركوزن، بدر بنون الاهلي خسره ولا مشي؟ بدر لا ما خسروش، هو بدر اوريدي لعيب كويس، لكن ما هواش الكواليتي بتاع لعيبه النادي الاهلي، مش هو ده القالب اللي يلعب مع النادي الاهلي يعني، مش تقليل منه، لكن هي انت عارف ربنا خلقنا بقى يعني، هنقول بقى يعني قدرات درجات أكيد، يعني أكيد يعني في قدرات للاعبين بتبقى وسمات للعيب يلبس تيشيرت النادي الاهلي. هو جه ما عملش فتره سيئه، لكن ما هياش حاجه واو يعني، مش وائل جمعه، مش عماد النحاس، مش شادي، مش احمد السيد، مش سمير كمونه، مش ابراهيم سعيد، بلاش انا لا ازاي انت نجم كبير واخد بالك، وكل المساكين اللي كانوا موجودين مش يعني ايه مش توب، لكن هو كويس، لكن مش كابتن سمير النادي الاهلي 5 6 سنين ورا بعض. يا كابتن سمير هتبقى ضيفنا امتى يا كابتن سمير؟ ان شاء الله قريب باذن الله. قريب نجمنا الكبير كابتن سمير كمونه، نجم مصر والنادي الاهلي والمدير الفني ل 2001 بنادي زد، شكرا جزيلا.